مامي الكابتن قال لي اخس 5 كيلو على الاقل. تصدقي يا ليلي، جسمي زاد انا كمان اول فترة اللي فاتت وعايزة اخس شوية. طب يلا بينا نعمل دايت من بكرة. فكرة كويسة جدا يا ليلي، يلا نبدأ من بكرة. ايه ده يا مامي، واحنا مش المفروض بدأنا دايت النهاردة؟ ليه هو النهاردة ايه؟ النهاردة التلات، ما هي معروفة يعني ان الدايت بيبتدي السبت، صح؟